صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 51 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 62 لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه تحل عبارة مكتب مستشار رئيس مجلس الوزراء محل عبارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء الواردة في عنوان المرسوم رقم 62 لسنة 2008 بشأن تنظيم مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وكذلك أينما وردت في المادة الأولى منه